تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في ميدان رمسيس بحسب الصورة التي تظهر على شاشتنا الآن. هل لديك أي تفسير لما يحدث؟ نعم، الدخان الذي انطلق هو كان إضرام للنار في أكوام من الورق والبلاستيك المجمعة. لست أدري هل هذه التقنية تستخدم للتقليل من تأثير الغازات المسيلة للدموع أم هي لسبب آخر لا أدري، ولكنه كان في البداية هو إحراق لأوراق وصناديق كرتون بالدرجة الأولى.